نأسف لهذا العطل الفني وعودة مرة أخرى للحوار مع سيادة اللواء أيمن عبد المحسن الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ. سيادة اللواء، كنا بنتكلم على منظومة رغيف الخبز. وأنا استكمل يا فندم الحديث، وعايز أقول لحضرتك أن الدولة المصرية بتمتلك 28400 مخبز نشط يعمل لصالح منظومة الخبز. يوميا بينتج الخبز، بيتم توزيعه، يتم إنتاج 260 رغيف يوميا، وبإجمالي 260 مليون رغيف يوميا، 7.8 مليار رغيف شهريا، بإجمالي 93 مليار رغيف سنويا. حجم كبير، حجم كبير. والدولة المصرية تسعى أن هذا الدعم يصل إلى مستحقيه، لأن الفائض من هذا الدعم بيعود بالفائدة على المجتمع المصري في البرامج التي تقدمها الدولة، تكافل وكرامة، والمعاشات التأمينية أو الضمانية، المعاشات التأمينية اللي موجودة، والمبادرات اللي بيتم طرحها 100 مليون صحة وخلافه. هذا فيما يتعلق برغيف العيش ومنظومة التموين. طب عايز أسألك فندم على موضوع البنزين. يعني بنتكلم هنا على فن إدارة الأزمة. هل يعقل يوم ما ننتصر في الكاميرون تاني يوم الناس تلاقي زيادة في أسعار البنزين؟ تمام. هذا الموضوع أو هذا الملف يا فندم يعتبر خط أحمر تاني للقيادة السياسية، لأن موضوع البنزين ده موضوع يمس الحياة اليومية للمواطنين. الدولة المصرية كانت بتدعم البنزين والطاقة ب 102.8 مليار جنيه مصري. نعم. ال 102.8 مليار جنيه مصري ده ما كانش بيستفيد بيها طبقة محدودي الدخل، لا، كان بيستفيد بيها كل الطبقات. الدولة المصرية انتهجت سياسة رشيدة في ان هي تسعى الى تحرير سعر بعض السلع البترولية. تحرير سعر السلع البترولية ده اعتبارا من 2019 الدولة المصرية بتدعم بتدعم البنزين والمواد البترولية 102.8. طيب، اعتبارا من 2019 أعلنت الحكومة تحرير سعر البنزين. نعم. وتحرير سعر بعض السلع البترولية. نعم. تحرير سعر البنزين ده مش معناه أن الحكومة خلعت إيدها من الدعم. لا، لازالت الحكومة أو الدولة المصرية تدعم البترول أو البنزين، ولكن خفضت حجم الدعم بنسبة 84%. يعني حاليا هي بتدعم ب 18.6 مليار جنيه مصري. البنزين يعتبر احد السلع التي تؤدي الى حاله من الاختناق. عدم توفر الوقود او البنزين في محطات الوقود يؤدي الى قطع الطرق. نعم. مساله امن قومي، يؤدي الى فقد السيطره وضعف قدره الدوله على الامداد بالاحتياجات. شفنا ده قبل كده اكيد يا فندم. شفنا ده خلال الفتره ما قبل 2011 وحتى 2013 أو 2014 تحديدا. الدولة المصرية بتنتهج سياسة علمية